بسم الله الرحمن الرحيم. عشاكم متابعين قناة الإعلام الكبير أستاذ عبد الناصر زيدان وقناة كرة بلدنا، تحية طيبة. وبعد الحقيقة في مجموعة من الأزمات كده موجودة في نادي الزمالك في الأيام الأخيرة. يعني عندنا طبعا عارفين رئيس نادي الزمالك بيخرج في فيديوهات كتيرة يقعد يقول أنا دكر الزمالك ونادي الزمالك بيحكمه دكر وفي دكر في الزمالك وكلام من هذا القبيل، وكله طبعا كلام للإيه؟ للشو الإعلامي والاستهلاك الإعلامي. يعني واخد قرار طبعا زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقه بمنع دخول الموظف شريف حسين للنادي، لكن شريف حسين بيروح النادي عادي وبيلعب كوره كمان جوه النادي وبيقابل مديرين ويقابل ناس، بس هو طبعا ايه نجح يعني ان هو يحد شويه من صلاحياته ويخليه ما يمارسش مهام عمله. شريف حسين ده بيشغل نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك. طبعا مدير التنفيذي لنادي الزمالك الاستاذ محمد سويلم هو نائب من النواب بتوعه. المهم رئيس نادي الزمالك خد قرار ان هو يشوف حد يبقى مكان شريف، ف ربنا هداه يعني، وشاف كده ان هو يعين ابن اخته، شاف ان ابن اخته اصلح واحد يكون نائب المدير التنفيذي. ابن اخته طبعا ده عمره ما مسك اي حاجه خالص في انديه رياضيه، هو راجل محامي اسمه وحيد صلاح، وعلى فكره هو شبه مرتضى يعني في ملامح منه كتيره جدا، حتى في طباعه برده قريب منه. المهم رئيس نادي الزمالك خد قرار يعين ابن اخته، طبعا مش عشان الكفاءه، زي ما قلنا هو راجل محامي ملوش علاقه خالص بالانديه الرياضيه، عمره ما تولى اي مناصب في اي نادي رياضي، لكن طبعا عشان ده نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك عادي يجيب قرايبه براحته، وجاب ابنه مشرف على فريق كوره ملوش اي علاقه بالكوره جابه عادي، هو كده يعني كله ايه محسوبيه وايه وواسطه، مش مهم لا خبرات ولا اشتغل فين قبل كده ولا يقدر يعمل ايه، مش مهم، المهم ان هو قريبي، ده الشعار بتاع رئيس نادي الزمالك. المهم خد قرار بتعيين وحيد صلاح ابن اخته وحيد صلاح المحامي ان هو يتولى نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك. لسه وحيد صلاح طبعا بيجي النادي عمل مجموعه جلسات كده مع شويه مديرين يعني بيرتب اوراقه وحاجته لحد ما ايه يتولى بشكل فعلي. بس وحيد صلاح في ناس بتحاربه وفي ناس مش عايزاه يتولى المنصب ده او يشتغل اصلا داخل نادي الزمالك. مين هي الناس دي بقى؟ اهمهم نجل رئيس النادي امير ابن رئيس النادي رافض خالص مساله ان وحيد صلاح يشتغل في النادي، رغم ان امير ده لا عنده مجلس اداره ولا اي حاجه، لكن طبعا ايه ما دام ابن رئيس النادي يقول رايه ما فيش اي مشكله خالص، هي العيله كلها بتدير النادي. طبعا انتوا عارفين الاخ امير ده بيشغل منصب مشرف على فريق كوره وملوش دعوه خالص بالكوره ولا حتى بيشجع كوره، بس برضه عشان ابن رئيس النادي نجيبه يسترزق يشتغل معانا. المهم الاخ امير رافض خالص وجود وحيد ابن عمته خالص، وبيحاربه من تحت لتحت، وكلم ناس يكلموا رئيس النادي ان وحيد ما ينفعش وما ينفعش يجي وما ينفعش يمسك والكلام ده. المهم بقى ايه من الاسباب اللي الناس اللي اختارها امير تقولها لوالده يعني انه ما ينفعش ان انت تجيب ابن اختك، طب ما هو جابك انت وانت ابنه ليه ما يجيبش ابن اخته؟ ايه المشكله يعني؟ وعشان ابن اخته طب ما انت ابنه مالكش دعوه بالكوره ولا عمرك لعبت كوره ولا بتفهم حاجه في الكوره، وعينك مشرف على فريق الكوره وبيقعد يتصل بالمذيعين والاعلاميين والصحفيين ويبعت لهم رسائل ان هم يلمعوك ويتكلموا عنك بصوره كويسه ويكبروك ويقعدوا يشيدوا بيك وانت اصلا مالكش اي دور. يعني ما ينفعش يجيب ابن اخته؟ ما هو جاب ابنه. طب ما ايمن عبده بتاع المصيف المشرف على مصيف مرسى مطروح قريبكم برضه، ايه المشكله يعني؟ ومحمد عيد ما هو قريبكم برضه وعادي وجابه، جت على ايه؟ جت على وحيد صلاح يعني؟ ما ينفعش يجيبه عشان ابن اخته؟ طبعا ده مبرر طبعا ضعيف جدا، لكن هو من واضح ان يعني ايه؟ ان وحيد صلاح ده لو تولى يعني لو مسك المهام عمله بشكل فعلي هيبقى هيحصل صدام بينه وبين ايه؟ نجل رئيس النادي، بس طبعا هينتصر في الاخر نجل رئيس النادي يعني. خلينا ايه منطقيين وواقعيين، لان ابوه اصلا بيأهله ان هو ايه يورثه منصب رئيس النادي، دي مفهومه يعني ايه مش محتاجه ايه فلسفه يعني. المهم ده طبعا دي ازمه كبيره ولسه موجوده، وهنشوف مين ينتصر بقى، هل وحيد صلاح هيتولى مهام منصبه فعليا كنائب للمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ام الاخ امير نجل رئيس النادي هينجح انه يديله الاسفين المتين وايه ويوقف له المصلحه ويطيره ويطيروا من النادي. هم ايه الحرب ايه الحرب الخفيه شغاله تحت الترابيزه دلوقتي، ده بيروح يجتمع مع المديرين وحيد صلاح عشان يسيطر ويفرد نفسه ويمسك المنصب كنائب لمدير تنفيذي نادي الزمالك، وابن رئيس النادي عمال يديله اسفين ويكلم ناس
من تحت لتحت يروحوا لابوه طبعا رئيس النادي يقول لا ده ما ينفعش وده ابن اختك وشكلها والمنظر وايه وكلام كده ايه يعني ايه عشان يقلل يخليه يغير رايه يعني ايه ويشوف اي حد تاني غير وحيد صلاح. وبرده طرحوا مساله ان شريف يرجع تاني يعني نادي رئيس النادي طرح بقوه ان شريف يرجع تاني وفي ناس بتأيد شريف وعماله تسعى له ان هو يرجع تاني بس ابرزهم اسماعيل يوسف دلوقتي اسماعيل يوسف في تونس فمساله دعم شريف دي وقفت دلوقتي ايه في الايام الحاليه يعني لما يخلص بقى ماتش النجم ويرجع على الاخ الكابتن اسماعيل يوسف ممكن يبقى يتكلم على الاخ شريف حسين. دي طبعا حاجه مهمه جدا كان لازم اقولها لحضراتكم يعني. وطبعا عندنا زي ما عارفين في حاجه برده مهمه جدا تهم جماهير نادي الزمالك كلهم مباراه بكره ان شاء الله الاحد امام النجم الساحلي بإياب الدور قبل النهائي من البطوله الكونفدراليه. النهارده الزمالك عمل تدريب خفيف في تونس ومستر بروس عمل مؤتمر صحفي واتكلم فيه وقال انه بيحترم فريق النجم وهو فاز 1-0 في مباراه الذهاب لكن عنده طموح وجاي يلعب مباراه الاياب ان هو يحقق النتيجه لتاهله للدور النهائي وهيلعب على هذا الاساس وانه درس فريق النجم بصوره كبيره جدا وعرف نقاط القوه والضعف اللي موجوده. كمان برضو اتكلم وقال ان جماهير النجم جماهير متحضره ومفيش اي مشكله خالص في حضورها وان لعيبته متعوده على الحضور الجماهيري وقال ان هو بكره هيركز يعني ان هو يسعى في هز شباك مرمى فريق النجم خلال المباراه لان ده هيصعب المهمه على النجم وهيسهل المهمه على لعيبته. عشاق متابعين قناه الاعلام الكبير استاذ عبد الناصر زيدان وقناه كوره بلدنا اتمنى لكم اوقات طيبه والتقيكم باذن الله في فيديو جديد. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمادي.